توقيع الاتفاق الليبي اليوم بالصخيرات هو في حد ذاته حدث تاريخي. مسلسل صخيرات اللي احتضنوا المغرب واكبوا المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة أعطى نتيجة. وهذه النتيجة كتأكد بأنه الحوار والحوار السياسي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. كنعرفوا ليبيا بأنه مهددة بمخاطر متعددة، مخاطر داخلية ووضع خارجي كذلك غير مستقر. التوقيع واللي حرصنا عليه هو كبناه وحرصنا على أنه يتم، إلى جانب الطبع كل الدول التي ساهمت في هذا المسار وفي هذا المسلسل، يؤكد بأن الطريقة التي أدرنا بها هذا الملف، الأجواء التي وفرناها، الطريقة التي تعاملنا معها بها مع كل أطراف ليبيا في يعني تسهيل هذا المسلسل، التدخل عندما تعقد الأمور، تقريب وجهات النظر، خلق الأجواء الإيجابية للوصول إلى حل، كل هذا ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة التي أعتبرها نتيجة تاريخية ومفصلية في مسار ليبيا وفي مسار بناء ليبيا الجديدة. ليبيا في حاجة إلى إعادة الاستقرار، المنطقة في حاجة إلى استقرار ليبيا وأمن ليبيا، ليبيا مهددة وعبر تهديدها تهدد باقي المنطقة. إذن نحن وصلنا إلى اتفاق أعتبره اتفاق يفتح الباب الأمل ويفتح كذلك المجال ديال بناء الثقة ويعني الوصول إلى بناء الدولة الليبية العصرية. راه كنا تبعنا شنو حدث في ليبيا بعد التوقيع، الناس خرجت للزنقة، الناس احتفلت، الناس فرحانة، الليبيين فرحانين، وهادشي هذا كله كنعتبره مؤشر إيجابي. وهذه مناسبة باش نحيي مجددا كل الفرقاء الليبيين ونقول هنيئا للشعب الليبي الشقيق. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.